احنا خلصنا دلوقتي ال horizontal alignment وهنبتدي في ال vertical alignment. في ال vertical alignment هنغطي ثلاث مواضيع: vertical grades, vertical curve elements و vertical curve design. ايه هو ال vertical alignment؟ هو لما نبص على الطريق في الاتجاه الطولي، يعني منسوب الطريق وعلاقته بالأرض الطبيعية. احنا عندنا هنا منسوب طريق وعندنا هنا أرض طبيعية. ازاي نوفق ما بين منسوب الطريق والأرض الطبيعية وفي نفس الوقت نصمم alignment يبقى ماشي مع ال guidelines؟ فإحنا عندنا محددات لل grades اللي هي الميول الطولية للطريق، وبعدين لما يبقى في اختلاف في ال grades زي في الشكل ده، أنا عندي grade هنا بسيط وبعدين grade طالع upgrade عالي، فهيتكون هنا أنا مقدرش أسيب الخطوط دهيت بزوايا حادة، فلازم أركب هنا curve. فأنا عندي هنا sag curve وعندي فوق هنا curve تاني، الطريق كان طالع وبعدين هينزل، فعندي هنا crest curve. علشان أصمم sag curve و crest curve مظبوط بيبقى فيه محددات. طيب يبقى أنا هنا عندي شكل الأرض الطبيعية اللي هو الخط الأزرق ده، أنا عايزة أركب عليه طريق. لما أجي أركب عليه طريق، مش معقولة كل ما الأرض الطبيعية تبقى طالعة لفوق أطلع معاها، تنزل تحت أنزل معاها، أطلع وأنزل. أنا كده أوكي بحاول أقلل كميات حفر ورد، لكن العربية مينفعش تفضل طالعة نازلة، الطريق كده مش هيبقى مظبوط. فإيه اللي بنعمله؟ المفروض إن احنا نصمم بحيث إن أنا أوازن ما بين كميات الحفر والرد على قد ما نقدر زي في الشكل ده. فأنا عندي هنا في كمية من الرد، وبعد كده في كمية من الحفر، وبعدين بعد كده في كمية من الرد. المهم في الآخر إن أنا أوازن بينهم. لما أعمل كده، الخط اللي هو التانجنت الأولاني ده، الخط ده بيبقى له محددات في الجريدز. احنا هنشوف ايه المحددات دهيت. يعني الجريد ده شكله عالي، طب ايه هو الماكسيمم جريد اللي انا ممكن استعمله؟ لو الجريد قليل، طب ايه هو المينيمم جريد اللي انا ممكن استعمله؟ تمام. وبعدين لما الجريدز بقى بيتقاطعوا زي ما قلنا من شوية كده، انا مينفعش اسيب الطريق بزاوية حادة كده، فلازم هنا هركب كيرف. الكيرف لما بيكون محدب لأعلى زي في الشكل ده، كيرف A ده محدب لأعلى، ده اسمه crest curve. curve B ده محدب لأسفل، ده اسمه sag curve. افتكروا دايما زي ما احنا قلنا قبل كده ان ال control factors لأي تصميم، مش بس ال vertical design، أي تصميم ال control factors includes أولا ال topography، ثانيا ال functional classification بتاع الطريق واللي على أساسه حددنا ال design speed، وبعدين ال horizontal alignment اللي اتعمل. انا مش هفصل تصميم ال vertical عن ال horizontal، لازم اخد في اعتباري ان في horizontal alignment موجود وانا بعمل ال vertical alignment. وبعدين لما نيجي نصمم ال vertical curves، طبعا اهم محدد هيبقى ال side distance اللي هو هيبقى معتمد على ال design speed، وبرده وانا بحدد ال maximum grades هيبقى اهم محدد بالنسبه لي ال percentage of heavy vehicles، لان عربيات النقل الثقيله هيبقى ليها الليمت في الطلوع على الجريدز المرتفعة. هنا هنشوف تأثير التوبوغرافي على التصميم بتاع الالايمنت، الفيرتيكال الالايمنت. يعني مثلا هنا احنا عندنا فلات ترين، وبالتالي الارض الطبيعية طالما فلات غالبا الفيرتيكال جريدز بتاعتنا مش هتبقى طالعة ونازلة كتير، هيبقى سموث جريدز. التصميم ده بيبقى سهل، بنستخدم غالبا مينيمم جريدز، بنبقى طالعين شويه ونازلين شويه بس مينيمم جريدز. لو الطريق بتاعي رولينج تيرين، فاحنا زي ما احنا شايفين كده الارض فيها تباب طالعه ونازله في الشكل ده. فاحنا بنعمل الالاينمنت بتاعنا، اولا بنختار الاماكن اللي هي المفتوحه ما بين الجبال زي هنا كده، وبعدين الطريق بتاعي مش هيبقى فلات عشان اوازن ما بين كميات الحفر والردم، فاكيد هنبقى طالعين شوية ونازلين شوية علشان اوازن ما بين الكميات. زي هنا برضو احنا طالعين ونازلين مع الارض الطبيعية. طيب لو عندنا بقى دلوقتي الماونتينيوس تيرين، وده بيبقى اصعب لان الطريق جبلي، فاوريدي الجريدز اللي موجودة هي جريدز حادة،
وانا لازم اطلع بالطريق بحيث ان انا اوازن ما بين كميات الحفر والردم عشان التكاليف، وفي نفس الوقت عايزين نمينيمايز التكاليف على قد ما نقدر ونمشي مع المحددات بتاعت الجايد لاينز. فهنا اللي هيفرق معايا هو الماكسيمم جريدز اللي انا هستعملها. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الجريدز المناسبة اللي انا استعملها لما اجي اعمل بروفايل للطريق عشان اوازن كميات حفر ورد، وفي نفس الوقت ابقى ماشية مع محددات الجايد لاينز. ففي مينيمم جريدز وماكسيمم جريدز. المينيمم جريد ده مهم، ما ينفعش اعمل طريق فلات. لو انت عملت طريق فلات، لو الجريد الطولي في الاتجاه الطولي 0%، يبقى المطر لما ينزل مش هيصرف في الاتجاه الطولي، ممكن يصرف في الاتجاه العرضي، بس المفروض كمان ما يصرف في الاتجاه الطولي علشان اخلق مناطق منخفضة اللي عندها قصر في المية. فجنرالي كده المينيمم سلوب او مينيمم سلوب اوف جريد هيبقى 0.5%. لو عندنا هاي كواليتي بيفمنت ممكن يبقى 0.35%. ولازم نفتكر زي ما اخدنا في typical cross section elements ان انا لو الطريق بتاعي ردم، يعني منسوب الطريق بالنسبة لمنسوب الأرض الطبيعية أعلى، خلاص يبقى أنا هعمل سايد سلوب لو كان 2:1 أو 3:1. لكن لو منسوب الأرض الطبيعية زي في الصورة دهيت، منسوب الأرض الطبيعية أصلا أعلى من منسوب الطريق، أنا ما ينفعش أوصل بجريد من الأرض الطبيعية للطريق هنا على طول، لأن لو عملنا كده المية هتتحبس في المنطقة دهيت ومش هيبقى فيه صرف في المطر. فاعمل ايه؟ لازم نخلق الديتش زي ما هو مرسوم هنا. عندي ديتش هنا بقطاع trapezoidal shaped علشان المية تنزل تتجمع هنا ويبقى ده لصرف الامطار. ايه هو الماكسيمم جريد اللي ممكن العربيات تمشي عليها؟ الماكسيمم جريد ده بيعتمد على 3 main factors. الفاكتورز دول باينين في التابل 4.1 اللي عندكم في الجداول اللي انتم المفروض ان انتم تخشوا بيها الامتحان. فالفاكتورز دهيت هي اولا الديزاين سبيد، ثانيا الفانكشن كلاسيفيكيشن بتاع الطريق، ثالثا ذا توبوجرافي بتاع الطريق، هل هو ليفل ولا رولينج ولا ماونتينز. فزي ما انتم شايفين هنا في الجدول احنا عندنا depending on the design speed، كل ما design speed ما بيزيد، يعني العربيات محتاجة horse power علشان تزود سرعتها، فال maximum grade هيقل. طيب كل ما ال functional classification ما بيزيد، يعني أنا عندي هنا في local road أنا ممكن أوصل ل maximum grade على level topography 8% عن سرعة 30. لو السرعة أزيد يعني 60 مثلا، يبقى ال grade هيقل. طيب نيجي بقى للـ freeways، الـ maximum grade طبعاً أقل لو على سرعة، على design speeds طبعاً أعلى من 30 في الـ level، هتلاقيها بادية من 80 كيلو في الساعة عشان احنا freeway. الـ maximum grade 4%. ولو الطريق mountainous عشان التوبوجرافي أصعب، فالعربيات متوقعة إن هي ممكن تمشي على grades أزيد، فهيبقى الجريد للماونتينيوس تيرين الماكسيموم جريد هيبقى ازيد، هيبقى 6%. طيب نيجي بقى على السرعات اللي ما فيهاش، يعني سرعه 130 كيلو في الساعه انا عندي الماكسيموم جريد 3% لو ليفل تيرين، لو رولينج تيرين 4%. طب لو ماونتينيوس تيرين مش هتلاقي قيمه. ده ممكن يبقى معناه ان انت لو عندك ماونتينيوس تيرين انت مش هتصمم على السرعه العاليه ديت اللي هي 120 او 130، بس لو صادف ان احنا عندنا سرعة 120 كيلو في الساعة وعلى طريق ماونتينيوس، مش هستخدم بقى 5% زي لو سرعة 110، غالبا هستخدم ماكسيمم جريد 4% على الماونتينيوس تيرين. دلوقتي احنا هنتكلم على الفيرتيكال كيرفز. احنا قلنا لو عندنا طريق له ميل طالع وبعدين ميل نازل، مش هسيب الطريق كده مكسور كده بزاوية حادة، هعمل هنا كيرف. وقلنا ان في نوعين من الكيرفز، في كراست فيرتيكال كيرف وفي ساج فيرتيكال كيرف. الكراست فيرتيكال كيرف ده يعني محدب لأعلى،
يعني مثلا زي الصورة دهيت، لو انت عندك ميل طالع وبعدين ميل نازل يبقى اتخلق هنا crest vertical curve. مش دايما crest vertical curve ما بين ميل طالع وميل نازل، يعني مش دايما ما بين upgrade و downgrade، ممكن يبقى ما بين two upgrades زي في الصورة دهيت، عندي G1 upgrade و G2 برضو upgrade، لكن ميل السلوب بتاع G2 أقل من السلوب بتاع G1، وبالتالي عمل لي كيرف محدب لأعلى زي ده، فده اسمه crest vertical curve. برضه ممكن يبقى عندي two downgrades، لكن grade الأولاني أقل السلوب بتاعه أقل من grade التاني، فعمل لي هنا برضه curve محدب لأعلى اللي هو crest. أوكي طيب، في الساق أوضح شكل للساج إن أنت عندك ميل نازل وبعدين ميل طالع، يبقى ده ساج vertical curve، خلق لي هنا ساج vertical curve. لكن برضو ممكن يبقى عندي ميل نازل نازل، عندي نازل بميل وبعدين نازل بميل أقل سلوب أقل، يبقى ده هيخلق لي ساج vertical curve. ممكن يبقى عندي ميل طالع وبعدين ميل طالع بزاوية أكبر بجريد سلوب أكبر قصدي، فيبقى ساعتها برضو خلق ساج vertical curve. ال vertical curve ده مش جزء من دايرة زي ال horizontal curve، ال vertical curve ده parabola وليها معادلة من الدرجة التانية. المعادلة بتاعتها هي y بتساوي a x squared على 200L. فاحنا دلوقتي هنشوف ايه ال variables ده. هي زي ما قلنا كده ان احنا عندنا two grades بيتقاطعوا مع بعض في نقطة، عندي grade G1 بيتقاطع مع grade G2 عند النقطة دي، فاحنا عايزين نسميه نقط. أنا عندي نقطة تقاطع ال two grades اسمها ال point of vertical intersection، وعملت هنا زاوية، الزاوية دي أنا مش عبر عنها ب degree، أنا بعبر عنها بقيمة قيمة اسمها أو variable اسمها a. ال A ده الفرق ما بين G1 و G2، the absolute difference between grade G1 و G2، يعني ال A ده percentage، هو ال absolute value بتاع G1 minus G2، والمعادلة موجودة عندكم في الجداول مش هتحفظوها. احنا قلنا احنا مش هنسيب ال two grades بزاوية حادة، هنعمل curve، ففي الشكل ده احنا عندنا الخط الأزرق ده crest vertical curve. احنا لازم بقى نسمي البداية بتاعت ال vertical curve والنهاية، فعندنا نقطة البداية بنسميها ال beginning of vertical curve، ونقطة النهاية بنسميها ال end of vertical curve، ممكن برضو نسميها PVC point of vertical curve و PVT point of vertical tangent، التسميتين مظبوطين. طول ال vertical curve هو كده زي ال radius بتاع ال horizontal curve، يعني احنا في ال horizontal curve عشان نقدر اعرف the different elements of the horizontal curve كان لازم اعرف حاجتين، the radius and the angle of deflection r و delta. في ال vertical curve لازم برضو اعرف حاجتين عشان اعرف ارسم ال elements، لازم اعرف طول ال vertical curve و ال a اللي هو ال algebraic difference of the two grades. The length of vertical curve ده الطول ال straight distance اللي بيتقاس من ال stations between the beginning of vertical curve و ال end of vertical curve، و ال point of vertical intersection دايما بنعتبر ان هو في نص ال vertical curve، حتى لو ال two grades مش زي بعض، حتى لو G1 و G2 ما بيساووش بعض، يعني G1 ما بيساويش plus 3% و G2 ما بيساويش minus 3%، حتى لو الميلين مش زي بعض برضو ال PVI بيبقى في نص ال vertical curve، وده assumption valid assumption. ليه؟ لأن ال A ده بتبقى ال angle بتاعته قليلة جدا، أقل من درجة مثلا، وبالتالي احنا بنعتبر ان طول ال vertical curve ال straight هو قد طول ال vertical curve على الميل هو، وبنعتبر ان ال PVI دايما في نص ال vertical curve. طيب لو انا عايزة اجيب منسوب اي نقطة على ال vertical curve، عشان اعمل كده لازم الاول اجيب منسوب ال beginning of vertical curve، يعني عشان اجيب النقطة دي هي اللي هي عند مسافة
x1 y1 لازم الأول أبقى عارفة منسوب الـ beginning of vertical curve. منسوب الـ beginning of vertical curve هو منسوب الـ PVI minus G1 اللي هو الميل الأولاني، لو هو طالع، لو هو plus يبقى minus G1 في L على 2. أنا عايزة أجيب منسوب، فهو الميل في المسافة الأفقية، يبقى الـ beginning of vertical curve منسوب هو منسوب الـ PVI minus G1 في L على 2 على 100. كده أنا جبت منسوب الـ beginning of vertical curve. عايزة بقى أجيب منسوب أي نقطة على الـ curve، وليكن نقطة على مسافة x1 from the beginning of the curve. النقطة دي عشان أجيب منسوبها الأول بجيب منسوب على التانجنت. المنسوب النقطة دهيت هي منسوب الـ BVC. دايما أبتدي من BVC، يعني لما أجيب منسوب أي نقطة على الكيرف لازم البداية بتاعتك تبقى الـ beginning of vertical curve. يبقى منسوب النقطة دهيت هي منسوب الـ BVC plus G1 في x1 على 100 minus المسافة دهيت اللي هي هنسميها مسافة y. المسافة y دهيت المعادلة بتاعتها اللي هي المعادلة اللي مكتوبة دي a في x squared على 200 ألف. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان منسوب اي نقطة بتساوي منسوب الـ beginning of vertical curve زائد g1 على 100 في x 1 minus المسافة y، والـ y المعادلة بتاعتها a في x squared على 200 ألف. لما ندخل السلايد اللي بعده هنلاقي بدل a احنا حطينا g1 minus g2 وكل واحدة بإشارتها عشان المعادلة تنفع في حالة الكراست وحالة الساج، والمعادلة دي تنفع أينما كانت النقطة اللي أنا عايزة أجيب منسوبها. يعني أنا لو عايزة أجيب منسوب النقطة دهيت على بعد مسافة x2، ال x2 دهيت هتتقاس من ال beginning of vertical curve، وال e أو ال y 2، ال y اللي أنا هجيب منسوبها من على التانجنت الأولاني هتتجاب لسه من على التانجنت الأولاني، فمنسوب النقطة دهيت هتبقى منسوب ال beginning of vertical curve زائد g1 على 100 في x2 اللي هو الخط الأحمر ده minus y اللي هو الخط الأحمر ده. لو انت بدأت، يعني ده أحسن طريقة، لو انت بدأت من الناحية دي هتعكس بقى، تبقى g2 minus y2 y2 اللي هي تبقى المسافة الصغيرة هنا. فده مش هي، يعني علشان نبسط الموضوع دايما بنبتدي من ال beginning of vertical curve، ما تلخبطش نفسك، دايما ابتدي من هنا، والواي دايما هيتقاس من الفيرست تانجنت، دايما هيتقاس من التانجنت ده. طيب يهمنا كمان اعلى نقطة على الكيرف، يعني كتير قوي بنسأل في الأسئلة ايه المسافة اللي فيها اعلى نقطة، الـ highest point على الكريست كيرف او الـ lowest point على الساج كيرف، يعني اللي هي الـ turning point. التيرنينج بوينت عشان نجيب منسوبها هنجيب منسوبها بعد كده بالمعادلة بعد كده، وهي النقطة اللي جريد عندها بصفر. وعلشان نجيب النقطة دهيت احنا بس بنفاضل المعادلة دهيت بالنسبة لأكس، فبنعرف نجيب المسافة أكس اللي فيها التيرنينج بوينت. فالسلايد ده بيورينا المعادلة الـ elevation at any point، سواء الكيرف بتاعك كريست أو ساج، بتقدر تجيب الـ elevation at any point من المعادلة دي. elevation ex بتساوي ال elevation of the beginning of vertical curve زائد g1 في x على 100، وال g1 ده تتحط بالإشارة، فأنت لو crest وال g1 positive ده هيبقى positive، لو g1 negative المعادلة دي هتتقلب negative، ف g1 بالإشارة بتاعتها minus g1 minus g2 في x squared على 200 ألف. يعني بدل a في x squared على 200 ألف المعادلة واللي عندك في الجداول هي g1 minus g2 على في x squared على 200 ألف. فلو مثلا g1 ناقص و g2 positive يبقى g1 بالناقص negative 2 مثلا minus plus 1 يبقى minus 2 minus 1 هتبقى minus 3، مع الماينس تديلك plus 3. فانت خلي بالك ان انت لازم تعوض بالإشارة. For the highest point احنا قلنا ان احنا بنفاضل
المعادلة بالنسبة لـ x، فبتطلع لك إن الـ turning point، المعادلة بتاعتها، المسافة بتاعت الـ turning point هي g الأولانية g1 على فرق الـ g's، يعني على a مضروب في l. لو الـ curve بتاعك كان الميل بتاعك الأولاني طالع والميل التاني برضو طالع كده، يبقى انت ما عندكش highest point، يبقى بالتالي ما ينفعش تعوض في المعادلة دي، لان مش هيطلع لك turning point، ما فيش في الشكل ده، مش هتعدي على grade بيساوي صفر، وبالتالي انت ما عندكش turning point. يبقى ال highest point هي اخر نقطة على الكيرف، ما فيش turning point. ممكن كمان السؤال يسأل على ال grade at any distance x. انت عارف ان الكيرف بتاعك التانجنت الاولاني هو g1 والتانجنت الاخراني اللي هو g2، بس انت في الاخر بتعمل كيرف بينهم، والكيرف ده على اي نقطة الميل بيختلف. فممكن عند مسافة معينة x تبقى الميل عند النقطة ده هي gx. فانا عايز اعرف الجي اكس عند مسافة x، مثلا مسافة 50 متر، الجي اكس عندها بكام؟ فنعوض في المعادلة بجي 1 ماينس x اللي هي المسافة اللي انت بتحسب عندها، في a اللي هي فرق جي 1 ماينس جي 2 و absolute value على l. okay. برضو من نفس المعادلة دهيت، ممكن you can rearrange the equation عشان تعرف المسافة اللي عليها this grade جي اكس. آخر حاجة عايزين نقولها في الـ curve elements هي الـ rate of change of grade. مقلوب الـ rate of change of grade هو الـ k. الـ k ده هو الـ rate of change، هو 1 over the rate of change of grade of a curve. If you multiply a اللي هو الـ algebraic difference between the grades multiplied by k هيديلك طول الـ vertical curve. زي ما قلنا ان الـ vertical curve ده هيتحط في الأماكن اللي فيها change of grade، so it provides a gradual change من tangent ل tangent تاني for another for smooth vehicle operation. زي ما قلنا برضو ان هي عبارة عن parabola curve. الـ design بتاع الـ vertical curve satisfies four main items. أهم حاجة وأول حاجة هي الـ side distance، وبعدين تاني حاجة driver comfort، تالت حاجة الـ appearance، رابع حاجة الـ drainage. فاحنا هنشوف دلوقتي صور لكل element من دول. الصورة دي بتظهر crest vertical curve، فاحنا عندنا ميل طالع، بعدين الناحية التانية هناك في ميل نازل، وبالتالي هنا عندنا crest vertical curve. طول الـ crest vertical curve لازم يبقى long enough to satisfy side distance، لأن لو أنا عندي الجريد طالع كده والجريد نازل كده، ممكن يبقى الvertical curve قصير بالمنظر ده، ممكن يبقى طويل بالمنظر ده. فلو هو طويل السواق هيبقى شايف طول أكبر من لو الطول بتاع الvertical curve قصير. The second point that should be considered when designing vertical curves هو الـ comfort، و the third point هي الـ appearance. بالنسبة للـ appearance زي ما احنا شايفين في two figures دول، الـ figure الأولاني أولا هما the same grades، في الصورتين هما the same grades، بس في الـ figure الأولاني اللي فوق طول الـ vertical curve أقل من الـ curve اللي تحت، فاحنا شايفين كـ appearance the second picture هنا الـ sag curve looks smoother، وبالتالي السواق هيحس ان هو comfortable اكتر وهو سايق عليه and it appears good. Another aspect لها علاقة بالـ comfort هي ان لما يكون طول الـ vertical curve قصير جدا الـ rate of change على اللي هو الـ pull downwards على العربية وهي سايقة بتكون سريعة، فالسواق برضو مش بيحس بالراحة.
فأول حاجة هنعملها دلوقتي إن احنا هنصمم ال crest vertical curve to satisfy side distance. احنا عارفين والعربية سايقة على ال crest vertical curve، الطريق نفسه هو ال obstruction لل line of sight بتاع السواق. واحنا أخدنا قبل كده إن ال line of sight واحنا بندرس ال horizontal curves، إن ال line of sight بتاع السواق هو من ارتفاع عين السواق لارتفاع object هو بيتفاداه. ارتفاع عين السواق بيبقى 1.08 meters، وارتفاع ال object اللي احنا بنحاول نتفاداه او نقف قبليه بيبقى بناخده في التصميم as a critical height 0.6 meters for stopping side distance and 1.08 meters for passing side distance. فزي ما احنا شايفين في الصورة دهيت، ده كيرف مثلا كريست كيرف، بنحاول نتشك على السايد ديستنس هل هو كافي على الكيرف ده ولا لا على ديزاين سبيد معين. فاحنا شايفين واحد ماسك راد والراد ده ارتفاعه 1.08 متر، وفي حد تاني هنا ماسك راد تاني وهتلاقيه راد بارتفاع 0.6 متر. لو الشخص ده عينه على الارتفاع اللي هي 1.08 meters شايف العائق الناحية التانية اللي ارتفاعه 0.6 meters، يبقى على المسافة المحسوبة ل design speed معين اللي هي المسافة اللي الشخص التاني واقف عليها، يبقى ال curve ده هيبقى safe for this design speed. This is the view of the of a crest vertical curve from the side view. فاحنا شايفين هنا ان ال side distance او ال sight line زي ما احنا درسنا قبل كده على ال side distance on horizontal curves بيتراوح line of sight بتاعه ما بين 1.08 عند ارتفاع عين السواق و 0.6 عند ارتفاع ال object. احنا بقى الهدف بتاعنا ان at a certain design speed the side distance available should be more than the required side distance. و required side distance ده المينيمم بتاعه هو ال stopping side distance. طيب لما نيجي نصمم في احتمال من اتنين، there are two cases. الكيس الاولاني ممكن عند ال design speed اللي احنا بنصمم عليه يكون ال side distance اكبر من طول ال curve اللي مطلوب، وممكن في كيس تاني يبقى ال side distance طوله أقل من الطول بتاع الكيرف المطلوب. طيب هو مين اللي مجهول دلوقتي اللي أنا عايز أجيبه؟ أنا عايز أجيب ال length of vertical curve، وال length of vertical curve في النقطة دي غير معلومة، احنا لسه هنجيبها given ال design speed اللي أنا عايز أصمم عليه. طيب ايه اللي معلوم عندي؟ أنا معلوم عندي ال S اللي هو ال design ال side distance أو ال stopping side distance given ال design speed. فأنا ببتدي المسألة من الأول وانا عارفة بس ال design speed، بجيب منها ال side distance وبعدين بفترض الاول ان ال side distance اكبر من ال length of vertical curve اللي هو الكيس الاولاني، واحل واجيب ال length of vertical curve. لو الفرض بتاعي طلع مظبوط يبقى انا خلصت المسألة كده، لو الفرض بتاعي ما كانش مظبوط يبقى انا هحل تاني بمعادلات تانية عشان اجيب طول ال vertical curve given ان ال S اقل من ال L واطلع length of vertical curve، ولما ادخل في الفرض التاني لازم هيطلع مظبوط. طيب زي ما قلنا تاني احنا بنبقى داخلين على المسألة وعلى design speed معين ومش عارفين لسه ال length of vertical curve ده اللي احنا عايزين نصممه، وعندنا two grades G1 و G2 بيبقوا given معلومين، منهم بطلع ال A اللي هو ال difference أو ال relative grade ما بين ال two grades، ببقى عايزة أجيب طول ال vertical curve ده مش عندي، وبالتالي أنا مش هبقى عارفة من الأول العلاقة ما بين ال side distance اللي هو طالع من ال design speed وال length، ده مش معلوم عندي. أنا معرفش هل ال S هيبقى أكبر من ال L ولا ال S أقل من ال L، وبالتالي سهل جدا احنا هنفترض، ممكن نفترض الاول كيس الاولاني ان S اكبر من ال L،
ولما من الجيومتري بتاع الشكل اللي مرسوم قصادنا ده، المعادلة ما بين ال length of vertical curve وال side distance to deduce the minimum length of vertical curve هي L بتساوي 2S minus 200 جذر H1 زائد جذر H2 squared على A. المعادلة دي ليها أثبات والإثبات مش عليكم، فإحنا يهمنا بس نعرف نعوض في المعادلة مظبوط. ال length اللي بيطلع في المسألة في المعادلة ديت، ال length بيطلع بالمتر، ال S بنجيبها من الجدول اللي هي أخدناها في أول الترم، ال stopping side distance given design speed معين، أو ال passing side distance given design speed معين، وال H1 زي ما قلنا هي 1.08، وال H2 زي ما قلنا قبل كده هي 0.6. احنا بقى في المعادلة دي عندنا constants، ال constants اللي عندنا هي 2 و200 و H1 و H2، وبالتالي احنا لو عوضنا بال constants دهيت هيطلع لنا المعادلة اللي فوق دهيت، اللي بتساوي 2S minus 658 على A. لو احنا عايزين نحل عشان نشوف ال passing side distance كافي ولا لأ، هيبقى الفرق ان H2 هتبقى 1.08، وبالتالي المعادلة هيبقى شكلها مختلف شوية، ال constant مختلف، 2S minus 864 على A. لو حلينا المسألة وطلعنا ال length of vertical curve وطلع فعلا ال length of vertical curve أقل من طول ال side distance عند ال design speed معين، يبقى أنا كده خلصت المسألة وطلعت ال minimum required length of vertical curve for a certain design speed. لو طلع مش أقل من لو ال length طلع مش أقل من ال side distance، يبقى لازم هفترض الكيس التاني، كيس اتنين اللي هو إن ال side distance أقل من طول ال vertical curve. زي ما قلنا احنا عندنا design speed فعندنا ال side distance، وانا عايزة اجيب المجهول بالنسبة لي ال length of vertical curve. من الجيومتري بتاع الشكل، المعادلة ما بين ال L وال S given ان ال S اقل من ال L هي المعادلة دي، L بتساوي A S squared على 200 جذر H1 زائد جذر H2 squared، وزي ما قلنا لو عوضنا بال constants اللي هي h1 و h2 هيطلع لنا ان ال L بتساوي a s squared على 658 في حالة ال stopping side distance، و L بتساوي a s squared على 864 في حالة ال passing side distance. يبقى احنا دلوقتي جبنا ال minimum length to satisfy side distance. احنا قلنا في بداية السلايدز ان ال vertical curves بتصمموا على 4 criteria: ال side distance وال comfort and appearance وال drainage. For comfort and appearance, the minimum length of the vertical curve should be 60% of the design speed أو ال minimum equals to 0.6 V. طبعا ال V بالكيلومتر بير اور وال length of vertical curve بالمتر، لأن 0.6 ده empirical value. طيب for drainage, the maximum length of vertical curve should not be more than 51 times A. ليه الكلام ده؟ لأن احنا لما طول ال vertical curve بيبقى طويل قوي، بتلاقي إن المسافة اللي فيها ال grade أقل من 0.5% أو ال absolute minimum اللي هي 0.35% هتبقى طويلة، واحنا اتفقنا قبل كده إن minimum grades على الطرق هي 0.35%، وبالتالي لما المسافة دي تبقى طويلة قوي، المية هتركض على السطح بتاع الكريست كيرف وهيبقى فيه مشكلة صرف لمية الأمطار، فإحنا مش عايزين طول الفيرتيكال كيرف يطول قوي. طيب هل ده معناه إن لو الـ minimum length of vertical curve to satisfy side distance كان أطول من الـ maximum length of vertical curve to satisfy drainage، يبقى أنا كده I should satisfy drainage without consideration to safety؟ لا، ده مش مظبوط. فهو الخلاصة ان احنا بنجيب الاول ال 3 lengths of vertical curve، 1 minimum length for side distance اللي احنا طلعناها من المعادلة اللي فاتت، وبعدين length minimum length for comfort اللي هي 60% من السرعة، وبناخد ال bigger value of the of both minimum values. يبقى L1 for safety مثلا كان 200 متر، و L2 for comfort كان مثلا 150 أو 100 متر،
يبقى بالتالي the minimum length of vertical curve هيبقى ال length for side distance. وبعدين هحل طول ال vertical curve to satisfy drainage هي 51A، فهحسب 51A طلع مثلا 300 متر which is larger than the minimum length to satisfy safety. يبقى في الحالة دي if ال minimum is less than sorry if ال minimum is greater than ال maximum يبقى of course we have to satisfy safety and we should take the length of vertical curve ان هو يساوي ال minimum length اللي احنا حسبناه من side distance. بس هنضيف بس جملة with special consideration to drainage. The special consideration to drainage ممكن ان احنا نزود بلعات في المنطقة دهيت لو احنا في urban section. لو احنا في rural section لازم مثلا المنطقة دهيت اعمل لها تصريفة في بأعمال صناعية علشان المية تتصرف. دلوقتي احنا خلصنا تصميم ال crest vertical curve وعايزين نصمم ال sag vertical curve. The minimum length of the sag vertical curve depends برضو على ال 4 criteria. أول واحدة ال side distance، وبعدين ال rider comfort، وبعدين ال general appearance، وبعدين drainage control. هي نفس ال factors، لكن زي ما احنا شايفين هنا ال sag vertical curve احنا الطريق مفتوح قصادنا احنا شايفينه، فهل في مشكلة side distance بالنهار واحنا ماشيين على الطريق بالنسبة للشكل ده؟ لا مفيش، لكن بالليل طبعا السواق شايف مدى رؤيته هي المدى اللي نور العربية هينور له بيها. فمشكلة السايد ديستنس ده موجود في وقت بالليل لما يكون الطريق مش عليه إنارة. وخلي بالكو ان معظم الطرق الرورال مش المفروض يبقى عليها إنارة، فتبقى المعادلة for side distance on sag vertical curves. برضو عندنا two cases، case لما يكون ال side distance required أقل من ال length of vertical curve اللي هيطلع من المعادلة، أو إن ال S أكبر من ال length of vertical curve. في حساب ال side distance في حالة ال sag curve احنا زي ما قلنا كده ان المفروض ال line of sight يبقى من عين السواق، بس احنا لما بنتكلم او بنصمم ال sag vertical curve ال line of sight ما هواش من عين السواق. في الحالة دي ال line of sight موجود من ارتفاع الفانوس بتاع العربية من على الأرض اللي هو ال headlight height، وال headlight height ده بناخده 0.6، وال object اللي احنا عايزين نشوفه هو سطح الطريق في الآخر. احنا بنفترض ان الهيد لايت انجل او الهيد لايت بيعمل اضاءة بانجل بيتا، الانجل بيتا دهيت بتبقى 1 degree. ايه هما ال 2 cases؟ الكيس الاولاني S اكبر من L، هيبقى length of vertical curve بيساوي 2 S minus 200 الهيد لايت height اللي احنا اخدناها constant ب 0.6 زائد ال side distance في tan بيتا اللي احنا اخدناها constant 1 degree على A. فانا لو عوضت بال constant values هيطلع لي المعادلة دي الاخرانية اللي احنا هنستعملها في حل المسألة. نفس طريقة حل المسألة، انا في الاول ببتدي مش عارفة طول ال vertical curve قد ايه، بس عارفة ال design speed، ومن ال design speed بطلع ال stopping side distance، وبعدين بفترض الأول الكيس الأولاني إن S أكبر من L وبحل وبيطلع لي length. لو فعلا ال S أكبر من ال L يبقى أنا المسألة خلصت في ال أو ال minimum length for side distance عرفت أجيبه. لو طلع ال S مش أكبر من L يبقى أكيد هو ال S أقل من أو يساوي L، وهحل وأطلع من المعادلة ال L ولازم هيطلع الحل ده مظبوط. لو أنا بدأت الحل بكيس 2 مش هتفرق، يعني انا لو بدات احل ان اس اقل من الال لكن هو فعلا اس اكبر من الال يبقى انا هعمل خطوه زياده. لو انا بدات باس اكبر من الال وهي فعلا اس اكبر من الال يبقى خلاص كده المساله خلصت. قلنا الكريتيريون الثاني والثالث اللي احنا بنحاول نحققهم في الساج فيرتيكال كيرف هو الجود ابييرنس
والكمفورت على الهورزون على الفيرتيكال كيرف. For comfort criteria, the minimum length of vertical curve بتساوي AB squared على 395. ده المعادلة دي موجودة بس للساج vertical curve for comfort، عشان السواق ما يحسش وهو سايق على الكيرف. لو طول الكيرف صغير على الساج vertical curve هيحس ان في radial acceleration بيشده لتحت عالي، لو طول ال vertical curve قليل. فاحنا بنحاول نلمت the radial acceleration to a maximum of 0.3 meter per second square. ده موجود بس على sag curves ومش موجودة على ال crest curve. ال minimum length for general appearance زي في crest vertical curve هي 60% من السرعة. آخر criterion بتصمم عليها هو ال drainage على ال vertical curve. في الساج vertical curve نفس ال value the maximum length of vertical curve بتساوي 51 times A، و drainage criteria زي ما قلنا قبل كده علشان ما يبقاش في مسافات طويلة ولا على الكريست ولا على الساج where في grade أقل من 0.35% for a long distance. لو في مسافة طويلة أكتر من 51 أكتر من ال maximum length بجريد أقل من 0.35% هيبقى فيه مشكلة في الصرف. أنا أهم حاجة في المسألة أحقق السيفتي. فتاني هنحسب المينيمم لينث، لو المينيمم لينث of vertical curve من السيفتي يعني سايد ديستنس والكمفورت كانوا أقل من الماكسيمم لينث due to drainage يبقى أنا ما عنديش مشكلة. لو المينيمم لينث أزيد من الماكسيمم لينث for drainage يبقى أنا ال vertical curve length هيبقى equal to the minimum length with special consideration to drainage. آخر criterion بتصمم عليها هو الدرينج على ال